ما السعادة بالنسبة إليك أبو عبد الله؟ يعني هل أنت سعيد في حياتك إذا عرفت السعادة؟ الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك، أين السعادة فيها؟ إذن وهل البشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموت؟ هنالك من هو سعيد بماله ولكنه أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد بعقله. أنا لو أبسطت، أنا عندي عقلي لأن أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة، إذن أنا هذه قوام السعادة عندي، ولا يهمني المال. ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال، فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقط، الكد، الصحة، التمييز، المرجعية، لإلا في قريش السعادة، إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، الكد الذي أطعمه فليعبد رب هذا البيت، المرجعية الذي أطعمه من جوع والصحة وآمنه من خوف، والعقل فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكاء بأحياء، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستمر؟